السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناتي وصفات سميشة أم نورسين. إن شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير. إذا اليوم بإذن الله راح نشوفوا مع بعض العصير التركي السهل والاقتصادي، فقط بحبتين برتقال وحبتين ليمون نتحصلوا على أكثر من 3 لترات من العصير الطازج. ما نطولش عليكم حبيباتي، تابعوا معي الفيديو للأخير لمعرفة المقادير وطريقة التحضير. اذا اول حاجه البنات نجيب حبتين تاع برتقال وحبتين تاع ليمون، يكونوا في ليله بايتين في ليله من قبل في المجمد، ولا نكونوا مخبينهم في مده زمنيه يعني في الكونجيلاتور. نجبدوهم ونخليهم مده 5 دقائق، يدي كونجلو ما يدي كونجلوش كامل، فقط القشره الفوقانيه تطرى شويه ولتسهيل العمليه. نديرهم في الماء لمده 5 دقائق ونحيهم، يكونوا ديجا طراو لنا شويه، ما نخليهمش يدي كونجلو بزاف حتى البنات. اذا هكذا انا راني درتهم في شويه تاع الماء، قيس ما طرانا شويه وطرانا وراح لنا هذاك لاغلاس، نحكمهم بهم بالقشره تاعهم ونبدا نقطع فيهم قطع صغيره هكذا كما كنتو تشوفوا بهم بالقشره تاعهم، ونقطعهم قطع صغار فوالا. نزيد الحبه الثانيه كما كنتو تشوفوا ما ديكونجلوش، راني نقطع فيهم بصعوبه هنا، فقط راني مسرعه في الفيديو سي بوغ سا كو تشوفوني نخدم بالخف، ولكن هما راهم جامدين فوالا. نحي هذا الراس تاع الليمونه هكذا فوالا، ونعمر الليمون في الطاس اللي راح نميكسي فيه. هنا ماذا بكم البنات كبروا الطاس اللي تميكسوا فيه باش ما تغبنوش. نزيد كمية البرتقال بنفس الطريقة حتى نكملها كامل، ونسرع شوية باش ما يروحناش باش ما يدي كونجلوناش كامل فوالا. فوالا البنات راني عمرت البرتقال والليمون في الطاس اللي راني راح نميكسي فيه. هنا عندي هذا الطاس تاعي تاع الماء يرفد لتر وربع تاع ماء، انا راني رايحة نغطي هذاك البرتقال والليمون بالمقيس ما يتغطى فقط، ونبدا نميكسي فيه. اذا البنات هنا العصير تاعنا نزيدوا له لترين ونصف تاع الماء، انا هنايا هذا الطاس يرفد لي اللي راني معمراته بالماء يرفد لي لتر وربع، اذا زوج منه يعطوني لترين ونصف. اذا هنا بعد ما ميكسيت هذوك القشور مليح نزيد نبدا نزيد عليهم الماء بالتدريج كما قلت لكم لترين ونصف، نتوما عبروها وبداو تزيدوا بشويه هكذا. نتوما كيما قلت لكم تخدموا في حاجه واسعه من الافضل في البدايه، كبروا الحاجه اللي تخدموا فيها حتى ولو تميكسوا في القدر ولا في حاجه كبيره فوالا. نزيد الماء بشويه ونميكسي حتى نكمل لترين ونصف فوالا. هنا درت لتر وربع كيما قلت لكم فوالا، ميكسيها مليح. انا هنا راح نفرغها في حاجه كبيره بيسكو غبني هذاك الطاس، ونزيد عليها لتر وربع ثانيه تاع الماء هكذا. والان تحصلت على تقريبا 3 لترات وفوقها شويه تاع العصير. اذا هنا نبدا نرجع في الطاس تاعي بشويه ونزيد الميكسي. انتوما قلت لكم ديروا في حاجه كبيره وميكسوا فيها باش ما تنغبنوش كيما انا فوالا. هنا نحيت شويه خلطها باش زدت الماء، ميكسيها مليح مباشره. نصفي العصير تاعي، نصفي هذيك الكميه اللي ميكسيتها، ندي نحط الصفايه ونحطها في طاس كبير ونبدا نميكسي ونصفي. انتوما حبيباتي كيما قلت لكم خدموا ديريكت في حاجه كبيره وصفوه ضربه واحده فوالا. كيما كنتو تشوفوا انا اضطريت نخدم بشويه فوالا فوالا، نعاود نصفيه هكذا. لازم نصفوا العصير تاعنا مليح باش نحو له كامل هذوك القشور، لانهم يمرون العصير
فوالا راني نحيتهم كامل كما راكم تشوفوا. اذا هذا هو البنات العصير اللي تحصلت عليه. الان نزيد له زوج كيسان كبار تاع السكر، والسكر يبقى حسب الذوق، اذا جاكم صامت ولا خاصه زيدوا له شويه. عندي عطر الليمون اختياري وزوج علب تاع ياغورت ذوق المشمش او الخوخ، وتنجموا تختاروا الذوق اللي تحبوه. اذا نفرغ زوج كيسان تاع السكر، كما قلت لكم اللي يبغوا السكر زياده يزيدوا. انا هذا جني هذاك هو جا حلو. نزيد علب تاع الياغورت، ياغورت انا درت واحد ذوق المشمش واحد ذوق الخوخ، فوالا. وعطر الليمون هنا يبقى اختياري او البرتقال، فوالا. نزيد لاغوم هكذا كثرش بزاف، ونزيد عليهم مقدار كاس تاع عصير ونخلط بالملعقه، ومن بعد نجيب الميكسور فوالا ونميكسيهم مليح. ميكسي هذوك المكونات مليح، ومن بعد نزيدهم للعصير. هنا راني زدتهم للعصير تاعي، ونكمل الميكسيه مدة دقيقة ولا دقيقتين باش ينسجموا كل المكونات. اذا هذه هي الكمية اللي نتحصلوا عليها، تقريبا 4 لترات من العصير الطازج، لان ضفنا لترين ونصف مع المكونات اللي ضفناها، السكر والياغورت والبرتقال والليمون كيكونوا مجمدين راح يطلقوا لنا كمية كبيرة تاع الماء، الضعف تاعهم كيكونوا نورمال. اذا البنات قلت لكم تحصلنا على 4 لترات فقط من حبتين برتقال وحبتين ليمون. اذا حبيبتي هذا هو العصير التركي، كما شفتوا اسهل منه ما كانش، وبنته رائعه. وفي الاخر البنات نقول لكم اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.